انطلقت ليلة أمس من مطار هواري بومدينة الدولية أولى رحلات الحجاج لهذا الموسم باتجاه البقاع المقدسة. الرحلة تمت على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية، وأشرف عليها كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير الصحة وعدد من إطارات ووسط إجراءات تنظيمية محكمة. سيد حمد هديب الرصد التالي. أنا هنا مع إخواني أصحاب معالي الوزراء ممثلين الحكومة الجزائرية لكي نقوم بواجب التوديع والوقوف على هذه المحطة المهمة في رحلتنا لموسم 2023، ونحن نحضر لذهاب إخواننا وأخواتنا الحجاج إلى بيت الله تعالى الحرام. وقد يسأل أحدكم لماذا تقدم وزير الصحة؟ لأننا نقول بأن في معتقدنا بأن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان. هذه قاعدة شرعية ولكن لها معناها عندنا نحن الجزائريين. صحة البدن هو الذي يمكن الإنسان من أن يقيم صحة دينه، ولذلك شرط الله سبحانه عز وجل الاستطاعة في الحج. رافقت الدولة الجزائرية حجاجها الميامين من خلال كل ما يتوجب أن نعد العدة لأن يكون الحاج في صحة جيدة، بدأت من التأشيرات الأولى المتعلقة بالفحوصات والتلقيحات وغيرها، ثم من الجانب الآخر هي المواد الطبية والمستلزمات الطبية التي تم إرسالها إلى البقاع المقدسة والتي تفي بحاجة كل حجاجنا في هذا المجال. المملكة العربية السعودية أكملت استعدادها من جميع النواحي وفي كل الوزارات المعنية بالحج. فهناك توجيهات من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما أود أن أجدها فرصة للإشادة بوزارة الشؤون الدينية وإدارة الحج والعمرة لما يتم من تنسيق مع الجهات المختصة في المملكة والسفارة.